مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم ونتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. أكيد أنه كثير منا كيطرح تساؤل وسط هذا الأخذ والرد اللي كنشوفوه في بلادنا وفي خارج بلادنا، كيفاش يمكن دوز العطلة خلال هذه المرحلة هذه؟ واش نقدروا ندوزوا العطلة؟ واش نقدروا نسافروا؟ لا كيفاش غنديروا مع وليداتنا؟ بزاف ديال الاسئله اللي كتطرح. لهذا الغرض كنستضيف معايا ضيفات كريمات اللي غنفتحوا معاهم نقاش في هذا الموضوع، واللي غادي نعرفوا معاهم مجموعه من المعلومات اللي اكيد انها تسهل علينا الماموريه في الاختيار ديالنا اللي ان شاء الله باذن الله غادي يكون صائب. ولهذا الغرض غادي نرحب بالكوتش نبيله ابن احود، وهي كوتش في البرمجه العصبيه واستاذه التواصل. مرحبا بلاله نبيله. بارك الله فيك زكينة، اش اخبارك؟ صحه لاباس؟ كلشي وادك؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا بك، شرفتينا ونورتينا استاذه نبيله. ايضا تنرحب بلاله فاطمه الزهراء جابور، هي فاعله جمعويه بايطاليا. مرحبا بك لاله فاطمه الزهراء. بارك الله فيك، ترحب بك جنة ان شاء الله. دايره الاحوال طيبه؟ على خير، عواشرك مبروكه. الله يبارك فيك، الحمد لله. بارك الله فيك، الله يطول عمرك. وايضا كنرحب بلاله احمر سميه، وهي ممرضه مساعده بفرنسا. مرحبا بلاله سميه. الله يبارك فيك، ترحب بك جنة. اش اخبارك؟ احوال طيبه؟ على خير، عواشرك مبروكه. الله يبارك فيك علينا، عليك الصحه والسلامه. الله يحفظك، بارك الله فيك. بدايه غادي ننطلق من المغرب بطبيعه الحال مع لاله نبيله. لاله نبيله، هذا الاسبوع يعني تفاجئنا بقرار اللي شي شويه زهزع الناس، إضافة إلى ذلك أيضاً احتفالنا بمناسبة عيد الأضحى اللي كان فيها كثير من الكلام، واللي أكيد أنه بزاف ديال الناس كيبغيو يمشيو عند عائلتنا، بغينا نعيدوا مع عائلتنا إلى غير ذلك، وحنا كنواجهوا ارتفاع في عدد الحالات. أيضاً كيتطرح السؤال إلى ما بعد عيد الأضحى، غالباً الناس واخدين الكونجي أو لا كيكون عندهم الكونجي في شهر أوت. البروغرام دائما فين غنمشي، شنو غادي ندير؟ ربما دابا الان كاينه مدن اللي هي مسدوده، من ضمنها مثلا الدار البيضاء، مدينه اللي هي مقفله دابا، يعني ما يخرج منها حد ما يدخل لها حد الا بشرط استثنائي. فبدات كطرح اسئله كثيره وتخوفات كثيره، كي غنديروا لهذا الكونجي؟ مين غنبداو وفين غنساليو؟ الوغ كيف قلتي لاله سكينه، ايفيكتيفمون القرار اللي تخاد كقرار فاجئ الجميع، لان اولا ما نساوش اننا دزنا من واحد المرحله ديال الحجر الصحي اللي كانت طويله شيئا ما، يعني الناس ولاو في الاخر ديال الحجر الصحي، ولاو كيحسوا بالتعب، ولاو كيحسوا بالارهاق. ملي تاخذوا القرارات ديال التخفيف، حسينا شي شويه ديال الاطمئنان، يعني بنادم بدا كيحاول يسترجع الحياه ديالو الطبيعيه بصفه تدريجيه. يعني الناس بداو كيمشيو للشواطئ، بزاف العائلات خداو كونجيات في مدن بعيده، لاننا قررنا ايضا تشجيع السياحه الداخليه، وكان شيء طبيعي ان الناس يبداو كيحسوا بالرجوع الى الحياه الطبيعيه. شنو وقع؟ ان بحال نفسيا ما بقيناش مستعدين اننا نعيشوا فتره اخرى من الحجر بأي وسيلة من الوسائل. يعني القرار اللي اتخذ البارح كان قرار مفاجئ، لأن بحال صافي عينا، يعني وصلنا لديك المرحلة ديال احنا ما قادرينش وخاصنا نسافروا، لأن بالنسبة للناس السفر هو المتنفس الوحيد، وهذا الصبر كان كله هو غادي حتى العيد الأضحى، لأن كيقولوا الناس اللي عندهم سخطوا العائلات في الجنوب المغرب، راكين بزاف الناس اللي كيزوروا العائلة ديالهم مرة في السنة او في الشمال او اي جهه من جهه ديال المغرب، يعني كانوا كينتظروا هذه الفتره باش يقدروا يسافروا. يعني السفر ماشي هو مجرد سفر للترفيه، السفر هي واحد الحاله، واحد الشيء اللي كنحتاجوا ليه باش نخرجوا من واحد الحاله نفسيه اللي بدينا كنحسوا باننا كنعياو، باننا ما قادرينش نعيشوا يعني في ظل يعني الاقفال. حنايا قافلين بزاف د الحوايج، واخا مثلا الدار البيضاء مدينه كبيره جدا، ولكن باش كنعرفوا بانها مدينه مقفله كنحسوا بان حنايا مختنقين،
واخا بعيده علينا راه كل واحد مدينته ممكن يخرج ممكن يمشي للسوبر مارشي يمشي للبحر، ولكن هاد الاحساس النفسي كيخلي بنادم كيحس بالتوتر. داكشي اللي وقع البارح ان الناس خرجوا يعني بعجاله، كل واحد حاول يسافر او يوصل لا ديستيناسيون ديالو قبل من 12 الليل، وهذا الشيء هو مفهوم لان نفسيا اش كيوقع كنتخيلوا بان ماذا داكشي اللي غيوقع غيكون اسوء، داكشي علاش كنحاولوا نسوفيو، يعني بحال كل واحد كيقول كيفاش ممكن نخرج من هاد لا سيتوياسيون. وهذا الشيء كان هاد لا بانيك اللي وقعت هي بانيك لان ما قادرينش نعرفوا اشنو غيوقع من بعد، يعني ما عندناش لا ما على حتى شي حاجه، ومادام اننا ما قادرينش نفهموا اشنو هما التوقعات اللي ممكن يوقعوا من دابا اسبوع ولا جوج الاسابيع ولا ثلاث الاسابيع، سورتو بان الاعداد غاديه في يعني في ارتفاع مهول، يعني داكشي اللي وقع في جوج الاسابيع هو مقابل داكشي اللي وقع في اربع شهور اللي مضات. هذا الشيء اللي قال الوزير في يعني لا كونفرنس دو بريس، يعني هذا الشيء راه تيقلق، والناس مادام ان عندنا لامبيسونس الا كاباسيتي باش تسيطري على شي حاجه كتحسي براسك بانك خاصك تخرجي منها لان ما عندك حتى شي توقع. داكشي علاش ايفيكتيفمون كاين واحد الحاله ديال الخوف، واحد الحاله ديال الهلع، ولكن خاصنا جوست نقولوا بان راه هذه حاله نفسيه، يعني ممكن هذا الشيء كامل فتتخ حنا كنكزاجيريوه كنزيدوا فيه، ولكن الحاله النفسيه كيخصنا نحاولوا نسيطروا عليها ما امكن باش نكالميو راسنا وباش نلقاو هذيك لابي اللي تخلينا ندوزو العيد او اللي تخلينا ندوزو ما بعد العيد يعني بصفه زعما اغريابل ايبيزي. نعم طبعا الحال انا كنذكر بانه البرنامج كيتسجل يوم الاثنين، وبالتالي ملي كنتكلموا على بالامس يعني كنتكلموا على الحدث اللي وقع البارح الحد طبعا الحال بالمغرب، لان البرنامج غيتثبت نهار الاربعاء، فبالتالي حتى انه نضبطوا شويه الناس المرجعيه باش يفهموا باننا كنتكلموا على الحدث اللي وقع البارح اللي هو الحد. فوالا غادي الى سمحتي لي لاله نبيله، وانطلاقا من تفسير رائع جدا للوضعيه، انا غادي ننتقل عند لاله فاطمه الزهراء. لاله فاطمه الزهراء، ربما ايطاليا يعني عاشت لا بانديمي كيف ما تنقولوا بقوه، كانت لاحظت هي صعيبه بزاف اللي عاشوها الايطاليين وعاشوها المهاجرين في ايطاليا. احيانا كان عندنا تخوف كبير على الجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا، كنا كنشوفوا بانه المشهد ربما اصبح درامي بواحد الشكل كبير بزاف. بدا داكشي غادي بشويه بشويه وكيتدرج كيتراجع بشويه 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 شويه، الا بغينا نقولوا في تتبعنا المسار ديال التطور ديال هاد الجائحه، إيطاليا بدأت كتنفس الصعداء من جديد. لكن بدأت كتطرح سؤال آخر، لأنه الإيطاليين معروفين بحبهم للحياة وكيبغيو يخرجوا كيبغيو يعني يتجمعوا كيبغيو ينشطوا مع بعضياتهم، خلاص الصيف تيبغيو يخرجوا للفضاءات إلى غير ذلك. مسألة اللي طرحت واحد الإشكال، انتم أعطينا النظرة حالية دابا بعدا في إيطاليا شنو هي الوضعية الحالية، إضافة إلى ذلك شنو واقع كيفاش الناس كيهيئوا انفسهم لواحد المرحله ديال الراحه. اولا غادي نبدا بالاحصائيات ديال اليوم في ايطاليا اللي كانت 21 فقط اصابه في ايطاليا كامله. نعم هذه الاحصائيات ديال اليوم. نتيجه رائعه اللهم بارك. اليوم سجلت 21 اصابه في ايطاليا كامله، واللي هي اصابات خفيفه بدون حالات وفاه. هذا الخبر يعني خبر مفرح وخبر يعني زوين بالنسبه سواء الايطاليين سواء لينا حنا كمهاجرين. فاحنا يوميا كنراقبوا الاخبار في ايطاليا، كنبغيو دائما نعرفوا الاصابات فين وصلوا وعدد الوفيات واش كاينين، بغض حيت حنا عشنا واحد يعني واحد الفتره صعيبه بزاف، يعني حيت ايطاليا راه كانت هي الثانيه من بعد الصين. ولا بغيت نقول لك بان ايطاليا كانت يعني من بعد الصين، ولكن ايطاليا هي اللي كلات الدق يعني اكثر من الصين، واخا كانت هي الثانيه اكثر من الصين، بحيث علاش الصين مثلا كانت الوباء كان منحصر فقط في مدينه ووهان، اما ايطاليا فالوباء انتشر بواحد السرعه كبيره من الشمال للجنوب. فولينا كنسمعوا يوميا 4000 إصابة 5000 إصابة يوميا، يعني كتسجل 4000 إصابة في النهار 5000 إصابة في النهار، فيها 1500 حتى 1600 حالة وفاة. يعني الأمر اللي كان خطير جدا، يعني اللي يعني سواء احنا كمهاجرين
سواء الشعب الإيطالي فكنا يعني في واحد الحالة صعيبة صعيبة بزاف، ولكن الحمد لله يعني تجاوزناها بالتزامنا بالحجر الصحي، وتجاوزناها يعني تجاوبنا مع الحكومة الإيطالية نحن كمهاجرين وأيضا الشعب الإيطالي، فتجاوزناها يعني بواحد بالصبر وبالعزيمة أيضا. الشعب الإيطالي قاوم هذا الوباء يعني قاومنا احنا كاملين كمهاجرين، قاومنا هذا الوباء يعني كما قلت لكم قبل يعني بالتزامنا وبتجاوبنا مع الحكومة الإيطالية وباتخاذنا جميع الاحتياطات اللازمة. والحكومة الإيطالية أيضا واللي كان دائما على رئيس لسانها كونتي اللي كان كيقول دائما بأنه ضرب عرض الحائط الاقتصاد ديال إيطاليا، وكان همه الوحيد وهو الشعب الإيطالي وأيضا المهاجرين، فكان دائما كيركز على هذه تقول لك أنا ضربت عرض الحائط الاقتصاد الإيطالي، فكيهمني الآن الشعب ديالي وعلى وأيضا المهاجرين اللي ما كانش واحد الميز يعني ما بيننا وبين الإيطاليين. فنقدر نقول لك بأننا احنا عشنا واحد المرحلة صعيبة صعيبة بزاف في إيطاليا، ولكن نقدر نقول لك أنا يعني نقدر نعطيك يعني التجربة ديالتي أنا كمهاجرة هنا في إيطاليا في الوقت ديال الوباء اللي كان في إيطاليا. فأنا يعني رغم يعني الحالات اللي كانوا وصلت لها إيطاليا والوباء والحجر الصحي وهذا، فما حسيتش بهذا الشيء يعني ما كنت قوية وكنت صامدة، ولكن الوقت اللي وصل الوباء المغرب تماك يعني صافي يعني بحال غنقول لك ديك القوة ما بقاتش، يعني وليت كندعيها أمام أبنائي، يعني ما بقاتش عندي القوة، وإنما كان رغم أنني كيخصني ندعي القوة أمام عائلتي باش يعني باش حتى هما ما يحسوش بداك الضغط. لأنه ربما تصبح القوة متضعف لأنه إنسان بعيد باش يلحق هنا باش وكنتي كتخاف على الخراب ليك. وكتجربة شخصية وكنظن هذه يعني عاشوها بزاف المهاجرين، يعني كنا احنا يعني بالرغم بأن إيطاليا كانت في خطر وكان الوباء منتشر يعني بزاف وكانوا حالات يعني كثيرة وحالات وفاء كثيرة لدرجة يعني أن المستشفيات ما قدروش يعني ما عمرو بهذا المفهوم هذا ما قدروش، والتجأوا الفنادق والتجأوا المعارض كبيرة يعني وجهزوهم باش يعني يحاولوا يقاوموا الوباء. فأنا تنقول لك يعني هاد كامل اللي كان في إيطاليا وهاد يعني هاد الخطورة كلها اللي كانت، فأنا يعني كمهاجرة في إيطاليا ما حسيتش بها. إمتى حسيت بها؟ الوقت اللي وصل الوباء المغرب صافي تماك أنا ما بقيتش كنتصنت الأخبار ديال إيطاليا، وليت كنتسنى الأخبار المغربية، وليت كنتسنى شحال ديال الإصابات وشحال ديال عدد الموتى في المغرب. فتما كما قلت لك أنا بالرغم أنني كنت قوية وصامدة يعني كالجبل، يعني الوقت اللي وصل الوباء المغرب صافي تما كينا بحال قلتي يعني حطيتي عليا شي حاجة يعني صافي ما بقيتش قادرة مازال. وربما يعني فاطمة الزهراء ماشي سهلة التجربة، وأكيد أنه غنزيدو تناقشوا أكثر في تفاصيل أخرى، ولكن بغي نعرفلو أكيد فقط المهاجر كنقطة يعني بلاتي بغيت نقول لك بأن يعني الوقت اللي وصل الوباء المغرب فإحنا إحنا كمهاجرين قسمنا إلى قسمين، يعني بحال قلتي العقل والقلب كلهم يعني في الوطن، والجسد فقط اللي كان هنا في إيطاليا فقط. يعني هذه أنا قلت لك حسيت بها وتجربة شخصية، وكنظن حسوا بها المهاجرين كاملين لأنه كان إحساس جماعي، مهاجرين كلهم كان عندهم هذا الإحساس. تخيلي كالقلب والعقل كلهم في المغرب في الوطن الانتماء كيبرز، يعني إحساس الانتماء كيبرز بطبيعة الحال. بلد المهجر كنا حاضرين فقط بالجسد. ولا لا فاطمة الزهراء، يعني احنا مازال غنتناقشوا في هذه النقطه هذه، والمغاربه اللي كان عندهم رغبه انهم يجيو المغرب من بعد يعني ما كان داك الانفراج. انا قبل منها بغيت نعرف الوضع اليوم، يعني كيفاش كاين التعامل، واش كتخرجوا، واش الناس بدات كدير دي بروغرام ديالها، كاين تاخذ الضيوف، كاين كنخرجوا عادي باقي نقدر باقي نقول لك باقي يعني مسافه الامان ضروري من مسافه الامان، والناس راهم ملتزمين بها الحمد لله. باقي كتخرجي بلا ماسكيرينا بالكمامه ضروري، يعني كتخرجي بها ضروري. كاينين عقوبات على هاد الشيء على الكمامه، الا ما لقاوكش دايره الكمامه كاينه واحد الغرامه، يعني ما كاينش يعني تلقى معاك يعني الكونترول ما دايرهاش الكمامه كاينه واحد الغرامه سير بلاص، يعني بدون نقاش. هنا كتشوفي الناس كلهم ملتزمين كلهم دايرين الكمامه وكاينه مسافه الامان، لدرجه ان الحافلات
والمترو سميتو كتلقى يعني في بلاصه فاش كانوا جوج كراسا كيجلس واحد فقط والاخر يعني ممنوع ما يجلس حدا حتى شي واحد، وكاينه مسافه الامان يعني كاينه يعني ما بين واحد وواحد دايرين لك فين توقفي، ما كاينش فين تجلسي ولكن دايرين لك فين توقفي، يعني كاين ما بين واحد وواحد كاينه واحد المسافه ديال الامان. اما بالنسبه يعني كنديروا حياتنا عاديه، عندنا حياتنا عاديه، رجعنا للعمل ديالنا سميتو. بالنسبه للوليدات في المدرسه قالوا حتى سبتمبر، ولكن حاليا راهم حالين المدارس ديال التشينترو ستيفو العطله الصيفيه فين تيديروا التمارين ديالهم، يعني حالين من بنتي كتمشي لدابا يعني كتمشي حتى ل 31 في شهر 7، يعني كاينه هاد لاكتيفيتا محلوله و كنمارسوا حياتنا عاديه والحمد لله. يعني ما كاينش يعني كيف ما كانت في الاول. سافر رحنا كنسافر، والسبت والحد رحنا تنخرجوا عادي مع التزامنا بمسافه الامان وكمامه دائما. نعم انا غادي نرجع عندك لاله فاطمه الزروك اللي سمحتي لي ننتقل عند لاله سميه. لاله سميه كونك انت يعني قريبه من المجال فانت شغلتي، ثاني شيء انت حامي الله يفكك على خير، يعني ربما الخطوره مضاعفه ونتمنوا لك ان شاء الله باذن الله وكاكت الخير وكملت الصوره يا ربي. ايضا الظروف اللي عشتيها يعني تجربه ما كانتش سهله. انا تابعت مع اصدقائي يعني باريس التطور الوبائي، ربما الفرنسيين كان واحد النوع من الجذب والاخذ والرد باش يقبلوا بشروط الاحترازيه. من بعدها ربما مين كان تخفيف الحجر يعني ما بين لا بارتي فيرت ولا بارتي اورانج ولا بارتي روج، كنظن الا كنت ضبط يعني كاين 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 الناس اللي التزمات، كاين الناس اللي شو شويه كان نوع من سميتو نوع من التراخي، ولكن في نفس الوقت كانت بعض الانشطه اللي شويه بينت الانفراجات للناس، يعني كان اسبوع الموسيقى الناس خرجت شي شويه حاولت انها تحافظ على مسافه الامان الى غير ذلك، ولكن كوميم تجمع شويه القوى ديالها وتضبط شويه النفسيه ديالها. قربينا اكثر من الصوره كيفاش عايشتوها لاله سميه وحتى من التخفيف كيفاش. انا حاجه وحده اللي غادي نبدا لك بها هو يعني حنا كاطر يعني في الصحه يعني في لوبيتال كيفاش كنا كنخدموا، يعني اول حاجه يعني يعني في الصباح كتفيقي، انا كنكومونسات كنبدا في 6:30 الصباح يعني باش كتدخلي بواحد الخلعه بعدا غير باش يعني بعدا فاش كتاخدي لا تمبيراتور، يعني شاك جو خصنا ناخذ الحراره لينا حنا، يعني عندنا واحد اللبسه خاصه كنلبسوها، دوبلي لي غون دوبلي الماسك ديري البوني، يعني غير هادي بعدا باش قبل ما كناش كنخدموا عادي، كنخدموا يعني بيجاما لا بلوز عاديه بيضاء كندخلوا كنخدموا، يعني غير بعدا فاش بدينا بهادشي يعني ما غتصوريش معايا بعدا الداخل ديالك بعدا كيفاش كيدير. وانا يعني عندي واحد انا اصلا كنخدم دابا في سيرفيس جيرياتري، يعني هو واحد السيرفيس اللي كان بزاف يعني لوبيتال كامل يعني كان كيخاف منه، يعني كنخدموا مع الناس الكبار لي باد، يعني هذا واحد الحاجه اللي يعني 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 الخوف يعني ملي كندخلوا حتى كنخرجوا حنا ما نكذبش عليك يعني واحد الخوف ربي اللي كيكون عالم بينا به، يعني يعني غير فاش كندورو في الصباح باش كناخذوا لا تمبيراتور للناس لي ريزيدون وداكشي، يعني كنلقاو غير 37.2.3 صافي كيبان لك كلشي صفار، عيطوا للميدسا فهمتي ليش بغيت نقول لك، يعني غير هكا كتبان لك السخانه العاده فيك كتبان لك كورونا جه اكزاكتومون. ما نكذبش عليك يعني عشت ما نكذبش عليك على لاله سكينه نهضر على راسي شخصيا ولا كاع البنات اللي معايا، يعني كيفاش يعني هذاك الضحك اللي كان بيناتنا حنا البنات سبحان الله ما بقاش، كتشوف اش كنهضر معاك دابا والله الحمش هوك عليا زعما كنتفكر يعني داك الشيء اللي عشناه، يعني كتشوفي في الوجه ديال صاحبتك كتلقاي مخلوع اكثر منك فهمتيني اش بغيت نقول لك، يعني داك لوتور اللي كديروا داك الشيء يعني كنا نيت حنا في واحد السيرفيس اللي شويه يعني واعر 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 واعر، يعني يعني ماشي ساهل يعني ماشي ساهل، يعني عاد باش حيدوا لي فيزيت يعني باش يعني ولاد تيبان لي كلشي ديبريمي لا حنايا لا 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 لي ريزيدون لا لي فيزيتور، يعني ما بقاتش لا فيزيت حيدنا كلشي. والواعر في هذا الشيء كامل هو اننا لقينا جوج معانا فيهم كورونا، واحد لانفيرمير معايا في ليكيب اكزاكتومون واحد لي سوانيونت، يعني انت تخيلي معايا وحده كتا واخا يعني حنا في ملي كنديروا لا غينيون شي حاجه هكا لا غينيون بعدا شاك جوغ كدير يوميا عندنا اجتماعات، يوميا كيجي عندنا الديريكتور ديال لوبيتال كيدور على لي سيرفيس يوميا، بعدا ضروري كتبقى ديك مسافه الامان ديال 1 متر، ضروري الماسك ضروري، ولكن
يعني تخيلي معايا وحده صاحبتك كلات معاك اليوم هضرات معاك الغد لي تيجي الشاف كيقول لك بون ايميلي راه البيلو راني راه بوزيتيف، يعني غير هذيك فاش كيقولها عرفتي كتحس بداك الثلج. فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ يعني عشنا واحد اش غنقول لك زعما الحمد لله، يعني عشنا واحد الرعب 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 ما غنقولش لك عليه كي داير. يعني هادشي يعني هادشي يعني في اطار الخدمه، يعني كتمشي كدير الخدمه ديالك سبعة السوايع ديالك من 6:30 الصباح حتى لجوج ونص يا بريتيني لابريميدي، يعني تخيلي معايا هذا الوقت كامل كيفاش كتخدمي يعني لي ماسك، يعني فهمتي حتى مسكين هذاك المريض حتى هو براسو فاهمين كاين واحد النص فاهم كاين واحد النص مسكين ما فاهمش، يعني فهمتي حتى داك الجو اللي كنا كنخدموا فيه ما بقاش، يعني كل حاجه اللي جديده صعيب باش يتقبلوها الناس بسهوله داك وسيرتو الناس الكبار ديفيسيل مازال حنا صغار وداك معاهم فوالا. اما واحد مسكين كبير عنده 80 عنده 80 عام عنده اش غتمشي ب 5 كيلو اش غتشرحي ليه؟ يعني داك الشيء صعيب ما غاديش نقول لك. سميه دابا شويه الحياه لا فيون روز كوميم ناخذ شويه بالمنطق الابتسامه. يعني الحمد لله يعني من بعد هاد 3 شهور العذاب كنقول لك العذاب الالم كما قالت الاخت فاطمة الزهراء اللي يعني يهضر بحال هضرات باللسان ديالي، يعني يعني بغيت نوضح لك يعني هذه من واحد ناحيه الخدمه، والناحيه اخرى يعني فاش سمعنا بان المغرب تقاس فاش بغيت نقول لك يعني كما هضرات الاخت فاطمة الزهراء فعلا بحال هضرات عليا، يعني هادشي غادي نحسوا به غير حنا المهاجرين، يعني الدقه بحال دابا انت عندك دقه انا راه عندي جوج دقات، يعني الدقه الان اللي في فرنسا يعني فرنسا كنعتبرها بلادي الثانيه وبلادي الاولى، اللي كاين الولاد عندي ولدي في المغرب عندي ولدي في المغرب عندي والديه، يعني هادشي كنجبدو والله حتى كنمرض. يعني حنايا بالنسبه ليا انا جوج دقات، يعني ما حيلتي لبلادي ما حيلتي الوالديه ما حيلتي لولدي مسكين عنده غير 9 سنين تما ما حيلتي لهنا ما حيلتي فهمتي بغيت نقول لك يعني واحد الموقف ما ساهلش. انا لا سكين على الشارع يعني ولو نحكي لك والله ما غادي نوصل لك هذاك الشيء اللي حسيت به. تصوري كنت كندير في لي غروب في الفيسبوك وداك الشيء كندير لايف كنبكي كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين دخلوا لدياركم والله العظيم ماشي مره ماشي جوج، يعني داك الشيء يعني تقول لك وحده انا صاحبتي ماتت مسكينه معايا انفيرميير الله يرحمها رحمه وسعلا يا بيرش مجبين موتا 21 عام فهمتيني اش بغيت نوصل لك، يعني كتشوفي داكشي يعني كي يقول لك لا حقاسيه نو داكشي المرض هذاك، يعني هادشي بصح فهمتيني بغيت نقول لك كيقول لك لا كورونا ما كايناش وهادشي غير شي حاجه وشي فيلم وسينما وكذا فيسبوك وداكشي عشان كنبكي والله حتى كنقول لهم عباد الله درت الاف ديال اللايفات في كاع الجروبات كنبكي كنقول لهم عباد الله ثقوا بيا انا كنبحوش الخدمه في لوبيتال كنقول لهم انا ثقوا بيا انا صاحبتي ماتت ليا راه المرض كاين الله يرحم ليكم دخلوا يعني انا اللي عايشه في الدومين انا اللي كنشوف بعينيا فهمتيني اش بغيت نقول لك، يعني ماشي بحال شي واحد غير ناعس في دارو وكيسمع وكيبدل فلاشات لا انا خدمت يعني شتيتي الحالات ملموسين. اش كنقول لك صحاباتي جوج وحده الحمد لله نيت سوين تحفظ الله وايميلي الله يرحمها راه ماتت عندها 21 عام، يعني صعيب يعني باش غنقول لك واحد زعما وحق الله العظيم زعما واحد 3 موان ماشي العذاب، يعني صافي كتبان لك يعني كتبان لك رجل هنا ورجل ليه وبز منك خاصك تمشي تخدمي، حيت الا جيت انا ندير اغي الاخرى دير لاغي الاخرى دير شكون اللي غادي يهز فهمتش بنقول لك شكون اللي غادي يقابل دوك المرضى شكون، يعني بز منك كتحس فعلا والله العظيم اول 13 عام ديال فاش كنخدم في هذا الدومين 13 عام شويه تيرمير 13 عام ماتنا واول مره في حياتي كنحس فعلا بحال شي واحد يعني شي مجند يعني بز منه خصو فهمتي سلاحو خصو يمشي حرب اول مره كان يعني كنحس بانني فوالا يعني درت شي حاجه والحمد لله. انا كنشكرك بزاف بصراحه من كلامك سميه وصلوني بزاف ديال لي زيموسيون، حسيت براسي واحد اللحظه انا دابا بغيت بحال عشت معاك زعما سانسيرمون انا كنحس براسي واحد الاحساس ديال ما بغيت زعما زعما العذاب ما الحق، ولكن الحمد لله ملي كتكون في الاخر واحد النتيجه اللي هي زوينه وخضعت لينا وحده معانا فهمتيني المهم دابا مستقر سميه الحمد لله هنا في فرنسا فوالا منيت يلا عاد مشيت سافرت واحد ان سمان في مارسي الحمد لله تسافري كما قالت الاخت فاطمه الزهراء باغ كونط هكا كنخرجوا حنا بلا ماشي ضروري الماسك مي باغ كونط لي ريستون
les magasins, les grandes surfaces, voilà, le masque obligatoire. أي إذا كنت تركي في الشارع مثلاً وبعيدة على الناس وكذا ودي باتسوسي، ولكن إذا دخلتي الأماكن اللي فيها نوع من الحضور الناس خاص ضروري الماسك. إكزاكتومون، ميم لي ريستون كتدخلي بالماسك، يعني أبخي كتجلسي في الطابلة ديالك كتحيدي الماسك. لي ريستون باغ لي توا فوالا، ولكن ماسك أوبليغاتواغ هكا في شي ماكازا ولا في شي حاجة، ولكن في الشارع العام نو عادي كنمشيو للاك، حيت حنا عندنا هنا اللاك عادي كنمشيو كنعومو عادي، ما عادي عادي. ولكن الحمد لله حسن الحمد لله. انا رجع عندك لا نبيله، لاله نبيله، ربما احنا اليوم الطموح ديالنا ما نرجعوش ازيرو، هذا طموح صباح، هذا طموح صباح. ولكن في نفس الوقت احنا في مواجهات اعراف وتقاليد اجتماعيه، لان من خلال البرنامج طبيعه الحال كنبغي نقول للناس الله يخليكم، الى واحد العام ما عيدناش ماشي نهايه العالم، الى واحد العام ما مشيناش عند عائلتنا وعيدنا معاهم ماشي نهايه العالم، الى واحد العام ما درناش العادات والاعراف كيف مولفين ماشي نهايه العالم، الاعوام مازال جايه الى طول ربي في العمر. هذا العام عام استثنائي، كاينه خطوره في تنقلنا ايضا في نفس الوقت. كاينه اش نقولوا حنا كمهاجرين اللي ما كنعيدوش معاه مع اهلنا، شنو نقولوا حنا؟ جاي عندك صراحه تعرف هذه النقطه هذه غنسيروها ان شاء الله، انا جاي عندك ليها. غير هو ربما الناس كاين واحد النوع من الله يحسن العوان، مثلا كيقول لك انا سبقت ولادي خاصني نتبعهم، كاين اللي كيقول لك انا مثلا ودابا سدوا علينا المدن وانا عندي الدراري الصغار، تيقول لك لا بغى البحر لا بغى يخرج لا كذا. هذه كوميم راه ديفلوبات بعض الاضطرابات النفسيه عند الاطفال، لانه راه من شهر ثلاثه هما مسدود عليهم، حتى من خرجوا دابا كنخرجوا بشروط احترازيه، وليداتنا راه ما راعيناش شويه النفسيه ديالهم، لان وليداتنا ولا يمكن يجي شي حد يقرب منه يقول لك كورونا عندك، لا ما نتحركش ما نقيش ما نمش، بزاف ديال الحوايج اللي تربطات مع بعضياتها. ف كيفاش نقدروا نوجدوا راسنا شهر 8 اللي باقي ما عرفناش المفاجآت اللي ممكن تخرج فيه، باقي ما عرفناش غدا شنو ممكن يوقع، نرتاحوا شويه نتنفسوا شويه، مي او ميم طون ما نعرضوش نفوسنا للخطر. الوغ جوست باش نفكر واحد المساله لاله سكينه، عقلتي في الاول في بدايه الحجر كنا كنهضروا بزاف على لاتيتيود بوزيتيف، بصح ان بزاف ديال المغاربه كانوا تري تري بوزيتيف، يعني كنا ايجابيين بالنسبه لكاع داكشي اللي كان تيوقع، لان رغم كل شيء ما كانوش عندنا الحالات كثار، رغم كل شيء حنايا ما وصلناش ايطاليا وكنا كنشوفوا ايطاليا وكانت كيبقى فينا الحال داكشي اللي واقع، يعني فريمون حنايا كنا متبعين داكشي اللي واقع في العالم وكنا كنقولوا الحمد لله راه غادي نخرجوا منها. شنو وقع؟ ان قلنا بان ما كانوش الحالات وحنايا خرجنا، يعني بحال وقع واحد النوع من الانفلات، وهذاك الانفلات اللي هضرنا عليه بزاف، يعني الاعلام هضر عليه ايتو، يعني الناس هو داير الكمامه وما دايرهاش، هو في البحر وما كاينش تباعد، هو ولا كيقول لك راه صافي راه ما كاين لا كورونا لا حتى شي حاجه، يلا نسلم عليك، يلا نهضر معاك، يلا نجلس في الكافي قريب ليك. دونك هادشي اللي خلى الناس بحال ما باقيش قادرين يتقبلوا ديك المساله اللي وقعت. اللي خاصنا نفكروا به الناس بان الحاله اللي كتعاش الان هي الموجه الثانيه اللي هضرنا عليها، وهضرنا عليها بزاف المرات، وكنا كنقولوا اتونسيون راه ممكن يخرجوا اكزاكت، كنا كنقولوا غنخرجوا بيتيتر من المرحله الاولى، ولكن الموجه الثانيه راه تقدر تكون شي حاجه خطيره جدا. الموجه الثانيه هي اللي حنايا عايشينها دابا، وهي غاديه بواحد الطريقه يعني خطيره جدا، يعني شفنا لي شيفخ هاد الايامات كلها، وهاد الاسبوع الماضي كله هما لي شيفخ راه كيخلعوا. خاصنا نقولوا بان بصح راه الناس باش نقول لالا فاطمه الزهر ولا سميه، راه بصح نتوما كنتو في الخارج وبصح تحرقتوا على المغرب، ولكن راه خاصكم تعرفوا حتى في المغرب كانوا الناس اللي بعاد على عائلتهم، كانوا الناس اللي بوحدهم في مدن واحده اخرى، غير زعما باش نكونوا جوست باش نصفوا ديك الناس، راه كل واحد كان راه كاين اللي ما شافش عائلته لمده 5 اشهر او 6 اشهر، وهو كان كيمشي مثلا مره في الشهر او اوموان يعني كيقرب اكثر. دونك الحاله تعاش بواحد الطريقه ديال القهر النفسي، الناس كيحسوا بانهم تقهروا. الوغ اللي خاصنا نقول لهم راه اللهم نحس بانني تقهرت، ولا نحس بانني السبب في موت شخص عزيز عليا، راه العيد الكبير او كيف دوزنا العيد الصغير وحنا مسدود علينا ماشي مشكل، العيد الكبير حتى هو ممكن نبقاو في ديورنا، ممكن ندوزوه بوحدنا، ممكن نقولوا بان راه اللهم ما نمشيش وما نحطش الناس يعني في مشكل، او لا نمشي حتى انا ناخذ هذاك لو فيروس، او لا نكثروا من السفر ونخرجوا ديك الانفلاتات، لان هذا الشيء ماشي ما غيخليناش
نقدروا نديروا يعني نخرجوا من هذه الجائحه. المشكل الكبير اللي تحدثتي على شهر 8 ان بزاف الناس خداو الكونجيات ديالهم، كاينين بزاف ديال لي ريزرفاسيون دوتيل، الناس بزاف حاولوا يسافروا، الناس بزاف قالوا صافي الحياه بدات غادي نرجع غادي نسافر غادي ننسى. ولكن دابا الحاله اللي كنعيشوها الان كيخصنا نديروا في راسنا جميع الاحتمالات، ممكن يعني تخرج بسلام، ممكن القضية تولي يعني أكثر صعوبة، ممكن يكون بين وبين، يعني خاصني باش ما نحسش راسي بأن جو ديبريم خاصني نوجد راسي لجميع الاحتمالات، وخاصني نفكر بأن راه هذاك الشيء اللي غادي نقدر نعيشه اليوم أو نحاول ندافع على راسي باش نقول لا أنا غادي نسافر حتى واحد ما من حقه أوبليجيني نجلس في الدار، ممكن بهذه الطريقة يخلينا جالسين ماشي غير في شهر 8، ممكن حتى في شهر 9 ما يكونش الدخول المدرسي وممكن نمشيو أونكور بلوس. هذا الشيء يعني خاصنا نردوا البال لأن القضية غادية وهي في تزايد مستمر. اللي غنفكر بان هذا الشيء اللي كنعيشوه فهو اون ايلوزيون، يعني حنايا شنو كيوقع لينا اون ايماجين لو بير، كنتخيلوا بان راه حنايا اون ايماجين لو بير، والتعلق بالحياه وحب الحياه كيخلينا نديروا شي حوايج اللي الا كان عندنا لا بريزونس ديسبري وكنا حاضر محضرين عقلنا وكنفكروا فيه، خاصنا نفكروا دائما في الحاجه اللي غادي يكون فيها الصالح ديالنا حنايا، الصحه ديالنا، الصحه ديال المواطنين، الصحه ديال جاري وديال صاحبي وديال امي وديال وديال جير اون فيت مي كوزان وديال مي زونفون. هادشي كله واقع خصنا ناخذوه بعين الاعتبار باش حتى واحد فينا ما يدير الحياه ديال الاخر في خطر، وخاصنا نلتزموا فريمون بالشروط ديال يعني السلامه. نخليه ربما انا بلا سمحي ليا نخليو هاد النسيمه، هاد النسيمه اللي حاسين بها كاينه كوميم، راه واحد الوقيته بغينا نمشيو غير قدام البحر ما قدرناش، يعني نخليو النسيمه ديال انه نقدر نخرج نهز وليداتي ولا نهز لي قريب ليا نمشي قدام البحر، نقدر نخرج نجلس في قهوه مي افيك لي بريكوسيون، نقدر ندير شي حويجات اللي دابا راه اكتسبناها من قبل، راه كان ممنوعه 100% من طبيعة الحال، لأن داكشي اللي اكتسبناه إلا دابا ما حاولناش نحافظوا عليه غادي نفقدوه وما عرفناش المدة شحال. راه إفكتيفمون في هذه المدة اللي فاتت قدرنا نمشيو للبحر، قدرنا نديو الوليدات للبحر، قدروا يخرجوا شي شوية، قدروا يشموا الهواء، قدروا بداو يبداو شوية ديال لي زاكتيفيتي، حاولوا يمشيو مثلا يمشيو للمطعم أو يجلس في كافي، حاول يقول بأن راه الحياة بدات كترجع. دونك فريمون إلا ما رديناش البال لهذ المسألة راه حنا نقدروا نديروا اون فيت نقدروا نكونوا ثاني اوبليجي اننا نجلسوا، ونقدروا يكون بيتيت ماشي السلطات اللي غادي يقول لنا غيسمعوا علينا كل شيء، ولكن ملي غادي نشوفوا المرض كيدور في الزنقه راه ما بين هاد الثلاث ايام الاخرى راه ولينا حاسين براسنا بان ما باقيش باغيين عاوتاني نخرجوا، راه تفكري في السوبر مارشي وكتقولي علاش غادي نمشي ليه كاع، كديري بالناقص، كتفكري بانك بغيتي تمشي مثلا لان كافي كتقولي ما عنديش لاش نمشي للكافي، راه باش نرجعوا حتى داك الاقتصاد ديالنا وباش الحركه تدور شويه وباش كل شيء يخدم، حاولنا كل واحد يحاول يقول بان الصحه ديال الجميع مسؤوليتي انا، ما نفكروش مثلا لاله سميه في ان اوبيتال وهضرات لينا على شنو كيوقع، راه كاينين عندنا دي ميدسان اللي باقي في السبيطارات من لو 14 مارس، ان دي ميدسان جوسكا اوجوردي ما خرجوش من لوبيتال جوسكا اوجوردي، راه باقي مساكن جالسين ما شافوا لا ولا حتى شي حاجه، وهذا الشيء عندنا دي ميدسان دي انفيرميه دي زيد سواني وكل شيء. دونك فريمون خصنا نقولوا بان المسؤوليه ديالنا كلنا يعني بجميع الاطراف ديال المجتمع صغار كبار كلشي، حتى واحد فينا ما يومينيزي لا انا لا انت لا حتى شي حد، اي واحد فينا ممكن ياخذ الفيروس باش نقدروا نعاودوا نمارسوا الحياه ديالنا، اولا نمشيو لسال دو سبور، عرفتي علاش شحال واحد منا مثلا تحرم غير من الرياضه باش نحاولوا نديروا شويه الرياضه وتحاولي تمشي شويه تخرجي بيني وبينك الا نبيلا قفرناها فريمون لا تنحس بها. انا كنفكر ملي كنا درنا البرنامج كنا فريمون ايجابيين بزاف، ما نكذبش عليك على السكينه كنحس بواحد لوغو ديال لاميرتوم، كنحس بواحد المراره اللي كنقول فريمون التزمنا بزاف الناس، يعني حنايا كنقول لهم بان كانوا اكثر من رائعين، كان الالتزام والاحترام وكل شيء كاين، ولكن كاين واحد نوع من الناس، يعني حنا ما كنديروا اصابع الاتهام حتى شي حد، ولكن كاين بعض الناس اللي كانوا اصلا ما مأمنينش بان راه كاينه شي حاجه او لا كيخصهم يحافظوا على الحياه ديال حتى شي حد، وهذا راه سيت ميكانيزم دو ديفونس، لان كيحاول تيقول ما كاينش، علاش؟ لان ديك لا دينيغاسيون
او الرفض انه يتقبل واحد المساله، لانه تو سامبلومون كيبانت ليه المساله خطيره جدا. وهاد الحاله كتوقع لينا ملي كنعيشوا شي تغيير مفاجئ، داكشي علاش اي تغيير كيخلينا نرفضوه وكنبداو كنغيزيستيو، يعني كنبداو كنرفضوا كنحاولوا بحال ولا نديروا واحد الحرب، هذيك الحرب راه ضد نفسنا. اي دونك خاصنا نتقبلوا الواقع، نتقبلوه، وباش نتقبلوه اون فوا كان اون فيت كيخصنا نامنوا بان راه مجتمع ككل، راه المغاربه ديال هنا والهيه وكلشي، راه كلشي عايش نفس الحاله، راه العالم كله، وراه ماشي غير المغرب. اي دونك خاصنا بشويه بشويه نرجعوا اون فيت نحضروا عقلنا ونحيدوا لي مونسون، نحطوا هادو كوتي ونشوفوا الشروط ديال الامن والامان باش نقدروا نافونسيو ونخدموا شويه على راسنا. ماشي مشكل ما نبقاوش كنت فيكتيميزاو، بقاوش كنبكيو وانا ما مشيتش وانا ما نبقاوش نبكيو، حيت لا فيكتيم اللي كنعيشوه دائما ما كتصلح ليناش. هنايا كل واحد خاصو يكون ادولت وياخذ المسؤوليه يعني مسؤوليه ديالو على العاتق ديالو باش كل شيء يكون يعني على احسن ما يرام. نعم الا سمحتي لي لاله نبيله، انا غنتقل عند لاله فاطمه الزهراء. لاله فاطمه الزهراء، ربما الاشكال اللي تطرح هو انهم بالنسبة للمغاربة اللي كانوا عالقين بجموعة من الدول، كان الانفراج فيما يخص أوروبا يعني الانتقال من ميناء في إيطاليا وميناء آخر في فرنسا، أيضا كانت بعض الرحلات يعني عبر الطائرات. تطرح سؤال، بزاف الناس اللي كانوا مبرمجين أنهم يدخلوا المغرب بغاو يجوا عند عائلاتهم، كيف ما قلتي محرومين من العيد الكبير، كاين اللي كيتسنى العام كامل باش يجي داك فتره رمضان اولا فتره ديال العيد الكبير باش يدوزها مع العائله، خلاص الصيف تيبغي داك الجو اللي تيكون شي شويه يعني لا مجموعين ولا غير ذلك، مساله اللي كيتحرموا منها المهاجرين يعني خلال السنه. اليوم نطرح هذا السؤال، وربما في دردشه ديالي انا وياك خارج الاثير غنستغلها في هذه اللحظه هذه، قلتي لي بزاف الناس اللي مقطعين وفي نفس الوقت عندهم تخوف، قال لك خفت نمشي ونحصل اي كان عندي مشكل باش نرجع لخدمتي، لا وراه خاصني نمشي توحش والديا توحش عائلتي، ولكن كاين الاشكال ديال كيفاش غندير. كاين بعض الناس اللي ربما تطرح عندهم مشكل بالنسبه لايطاليا فين يلقاو يديروا التحاليل اللي مطلوبه في المغرب، لانهم مطلوبه جوج ديال التحليلات كانت عندهم صعوبه باش يوصلوا. ربما انا توصلت معايا السيده من ايطاليا اللي كان عندها هذا الاشكال هذا، يعني سافرات من مدينه لمدينه باش دارت التحليله الثانيه اللي مطلوبه، لانه مطلوبه التحليله ديال الفيروس والتحليله ديال مضادات الاجسام ديال الفيروس واش عندك في الجسم ولا لا، وبالتالي كان عندها مشكل ولكن اصرت قالت لك خاصني ندخل صافي لما نحصل في المغرب. ف هاد الصوره كلها ديال هاد الرغبه كلها ديال المغاربه ولا ديال الناس ربما اللي عايشين بصفه عامه في ايطاليا وعندهم هذيك الرغبه ديال خاصني نرتاح خاصني نخرج، اعطينا في الصوره اكثر. احنا كصراحة يعني اي واحد منا كمهاجر يعني كيتسنى بفارغ الصبر ديك العطلة باش ينزل المغرب، سواء يدوز العطلة عادية في شهر 8، سواء يلقى العيد الكبير كما دابا، سواء يدوز رمضان، احنا كنا يعني كنشتاقوا لديك العطلة. ولكن يعني حاليا كاينين اكراهات وعوامل اللي ما يمكنش، كما قلتي دابا كاينين تحليلات، كاين الحجر الصحي، فمثلا ايطاليا راها فارضه الحجر الصحي، الا مشيتي للمغرب وراجع لايطاليا راه يعني عندهم 14 يوم ديال الحجر الصحي والقانون باقي ساري لحد الان، يعني تدخل تجلس 14 يوم معزول عاد تدخل توصل للمدينه ديالك. هذا القانون الايطالي باقي ساري ليومنا هذا. مشيتي يعني فين ما مشيتي يعني المغرب اي بلاصه مشيتي كدوز الفاكونس ديالك ودخلتي من الباكونس، فهنا عول على واحد 14 يوم ديال الحجر الصحي، هذا قانون يعني مطبق، يعني ما كاينش ما فيه لا هادي ولا هادي. فهاد العطله يعني اللي غدا دائم وفي المغرب مثلا غتهبط المغرب، هنا غدير جوج تحليلات، كاين اللي كيسافر من مدينه لمدينه كما قلتي باش غيدير التحليله الثانيه، كاين المدينه اللي ما متوفرينش فيها التحاليل بجوج، كاين اللي ما عندوش الامكانيات عنده دراري بزاف، يعني كاينين الناس اللي تضروا في هذا الوباء اللي توقفوا عن العمل ورغم ذلك عندهم الحنين باش يهبطوا للوطن. كاين ضرر ثاني تاع الضرر المادي راه حتى هو كاين، المستوى المادي راه حتى هو كاين، كاينين عائلات بزاف اللي تضروا في هذا الوباء اللي لقاو راسهم يعني متوقفين عن العمل ورغم ذلك باغيين يهبطوا للمغرب. دونك كاينين اكراهات يعني كما قلت لك وعوامل عده يعني ما غاداش تخليك، يعني مثلا انا نهضر على راسي، انا كنت مقطعه ولكن انوليت
ما غاديش نمشي. علاش؟ يعني ما بغيتش نغامر يعني بهذا المفهوم هذا، ما بغيتش نغامر. باقي الوباء في المغرب، زائد يعني العطله كل شحال فيها؟ فيها 30 يوم. فانت شحال غادي نقطو؟ حنا كنا دايرين باطو، عندك واحد 3 ايام من هنا و 3 ايام اللي ديال الباطو، شحال غادي تجلس مع عائلتك في المغرب؟ وغتجي دير هنا الحجر الصحي ديال 14 يوم، ما كاملاش حتى 20 يوم. ما كاملاش 20 يوم، يعني قولي 10 ايام الا حسبتي 14 يوم حجر صحي، وحيتي 6 ايام ديال الباطو، 10 ايام اللي غادا تبقى لك. دونك فين هي هاد العطله؟ يعني هنا غادي نقول لك بان العطله في هاد السنه يعني ما بانت لياش انا. لا 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 فاطمه، غرانتي فكرتي شي بروغرام؟ فكرتي شي بروغرام يعني في المدينه اللي انت فيها ولا قريب ليك ولا مع الوليدات؟ يعني كاين الفكره ديال انك ديري بروغرام، كيبانوا لك الناس دايرين دي بروغرام، ولا كاين تخوف؟ لا، الناس دايرين فين باش يخرجوا خارج ايطاليا، يعني يمشيوا للمغرب. بروغرام في ايطاليا فقط غير في المحيط ديالهم، يعني داك المبدا ديال عندي عطله. بزاف يعني اللي داروا بروغرام يعني باش يدوزوا الفاكونس غير هنايا في ايطاليا. يعني اللي داروا يعني داروا حجز في الوطيلات، يعني بزاف الحوايج، زائد ان الدوله خرجت واحد الدعم، الدوله الايطاليه خرجت واحد الدعم يعني بالنسبه لدوك الناس اللي متضررين، ولكن يقدر اي واحد يستفاد من داك الدعم اللي هو 500 الاورو، كيتسمى واحد البونوس فاكانسا، كيستفاد منه اي واحد. بامكانك تمشي فين ما بغيتي، يعني كتستفاد من ديك 500 الاورو. يعني الدوله فكرات يعني في الناس يعني المتضررين والغير متضررين، يعني باش تدوز العطله وبغيتي تبقى هنا في ايطاليا، فالدوله يعني ساعداتك يعني وغتعطيك واحد الخطوه الامام باش تدوز الفاكاسا وباش باش تخرج دوك الوليدات وما تبقاش يعني منحصر فقط يعني في الدار. ولكن دائما بحثت لي صارمه. اما المغرب سي، اما المغرب يعني باش تمشي عطله المغرب، فما غادي مثلا انا غنمشي للمغرب ما غاديش نمشي بديك المتعه اللي كنمشي بها دائما، ما غاداش تكون يعني ديك الفرحه باش كنمشي دائما للمغرب وديك المتعه ما كايناش، ما غاداش تكون. يعني انا غادي نمشي وانا كل تخوف، يعني خايفه يعني من الوباء اللي كاين في المغرب، خايفه انا يعني براسي يعني لنقل الوباء للمغرب، حيت كاينين فيروسات اللي تيكونوا يعني بدون اعراض، راه ماشي اي واحد حامل الفيروس راه عنده اعراض، كاين اللي حامل الفيروس بدون اعراض. يعني عندي تخوف لنقل انا مثلا المرض لعائلتي، الناس اللي عزاز عليا، لبلادي يعني بصفه عامه، كاين تخوف يعني انك تهبط للمغرب وكيم ويتخذ شي قرار مفاجئ ويتسدوا الحدود. فاحنا عندنا التزامات هنا في يعني في ايطاليا خدامين، عندنا وليداتنا كيقراو، عندنا التزامات بزاف، يعني من غير الخدمه من غير القرايه يعني حنا مرتبطين يعني بزاف د الحوايج، فما يمكنش يعني ما بين ليله وضحاها غتمشي باش تدوز العطله وتصدق يعني محبوس عليك في المغرب. اما الناس اللي تقول لك انني نبقى في بلادي احسن، فربما ما عندهمش التزامات، ما خدامينش، اولا ما عندهمش يعني مسؤوليه. اما كنهضر مثلا انا كمهاجره عندي مسؤوليه هنا، يعني عندي وليداتي تيقراو هنا في ايطاليا، ما يمكنش انني غادي نمشي تسد عليا في المغرب، ما نقدرش، انا ما نقدرش. يعني كاينه خدمه، يعني انسان خدام 10 سنين ولا 12 عام في واحد الشركه وما بين ليله وضحاها يلقى راسو في المغرب، يعني راه تروفينا. كيفاش يعني الظرفيه فارضه على انه الانسان اللي في شي بلاصه يبقى فيها ربما حتى اليوم في المغرب، ماشي اختيار ديالنا، ماشي اختيار، وانما هو مفروض، يعني مفروض علينا هذا الشيء، حيت باقي كاين تخوف كما قلت لك. يعني ما غاداش تمشي وانت يعني عندك ديك الفرحه وديك المتعه بانك غادي تدوزي العطله في المغرب، زائد ان كيفما كان دابا لنفرض اننا هبطنا، هو يعني كلشي المدن يعني تسدات من والى، يعني ما غاديش تمشي تبركي في الدار. يعني عندنا وليداتنا يعني ملي كنهبطوا من المغرب راه كنبغي نعرفهم يعني على المدن، يعني المدن المغربيه كتبغي تعرفيهم على التقاليد البنات، كتبغي تقربيهم من المغرب، من الثقافه المغربيه بهذا المفهوم. يعني الا غتمشي وغتسد عليك في الدار، اوكي نقدر نقول لك بانني نحيد الوحش من والديا اللي باقين على قيد الحياه، من عائلتي، ولكن كيبقاو حتى هذوك الوليدات راه ما غاديش تديهم باش غادي تسدي عليهم في الدار، يعني غتخرجيهم من دار مسدوده كان مسدود عليها وغتديها للدار يعني غتسدي عليها، فما يمكنش، ما غاديش يتقبلوا، حتى هما غيبغيو يخرجوا غيبغيو يسفوقيو يعني بهذا المعنى هذه. فيعني حنا هذا العام يعني الا ما مشيناش هذا العام ولا طور ربي العمر غنمشيو العام الجاي ان شاء الله، والفاكونس راه حنا غنديروها يعني في جميع الاحوال، راه الفاكونس غدا تكون يعني وليداتنا راه غيدوزوا في جميع الاحوال غيدوزوا العطله ديالتهم. واكيد انا ونفس التصور ربما اللي عندنا حتى حنايا في اطار انه تشجع السياحه الداخليه بطبيعه الحال، ربما مازال كنتظروا شنو غادي يوقع من بعد العيد ان شاء الله باذن الله، كيفاش غتكون الامور، واش الانسان غيقدر يتنقل من مدينه لمدينه الى غير ذلك، ولكن على الاقل الانسان غيحاول يدير دي بروغرام اللي قراب ليه في البلاصه اللي قريبه ليه، اللي يقدر انه الى الوضع
الى الوضع بين قوسين كيف ما تنقولوا بقى عارف واحد نوع من الاستقرار، اما الا تفرض علينا ان نجلسوا بدينا كنشوفوا الخطوره ما علينا اننا ندوزوا كونجينا في امان مع وليداتنا في جهورنا بطبيعه الحال تفاديا لاي خطر اللي يمكن انه يضاع في الحاله الاصابات عفوا ديال الفيروس والحاله الوبائيه. سلامه الجميع يعني اهم شيء، يعني تحافظ على سلامتك وسلامه الناس اللي معاك وسلامه البلد بصفه عامه. طبيعه الحال يعني كانوا بغيت نوصل واحد الميساج للمغاربه للشعب المغربي المغربي كافه، كنتمنى يعني التزموا بالحجر الصحي، التزموا بالاحتياطات، التزموا يعني راه هذه المرحله اللي وصلت لها المغرب هادشي اللي كنا ولينا كنشوفوا يعني المرحله الثانيه راها صعيب، جات واحد الموجه يعني اللي انتشر الفيروس بواحد السرعه يعني بواحد الوتيره اللي ما حتى واحد ما كان يعني مدير لها، علاش هادشي جاي يعني بانعدام الاحتياطات؟ نترجاو الخير يا ربي في اللي جاي، وفعلا حنا في واحد المرحله اللي هي حاسمه. مثلا الدول المتقدمه مثلا ايطاليا وتغلبات ايطاليا راه تغلبات، راه واحد اللحظه قالت صافي هزت يديها يعني صافي ولات كتستعان كما قلت لك قبل بالفنادق وبمعارض يعني كتجهزهم باش تحط فيهم الناس ما لقاتش فين تدفنهم. فإلا كانت الدول المتقدمه وتغلبات فما بالك المغرب، فكنتمنى يعني من الشعب يعاون الدولة يعني ويلتزم شوية، فربما كل التزم من الأول ما كناش غنوصلوا يعني لهذه المرحلة الثانية بهذه السرعة ديال اللي انتشر فيها الوباء. في هذه النقطة بالضبط بطبيعة الحال كنوافقك الرأي، لأنه ربما لو كان الالتزام أكبر أبعد حد، لو كان الالتزام أكبر كيف ما تمت الإشارة عليه في البداية ما كانش غتكون النتيجه كيف ما هي اليوم، واملنا انه حتى التطور اليوم ما يكونش تطور خطير يوصلنا لارقام مهوله، لانه الى حدود الان راه مازال بامكاننا اننا نسيطر على الموقف، كل واحد فينا يخاف على راسو يخاف على وداتو يخاف على المقربين ليه. الا مشينا غير بهذا المنطق ديال كل واحد يجمع اللي عنده غادي ربما النتيجه تكون احسن. الا سمحتوا لي غنتقل عند لسوميه. لالا سمية كيف ما قلتي لي يعني نتوما ربما كاين واحد نوع من الانفراج، فرنسا كيف ما قلتي انت يعني قريبه ليك واحد البركه يعني كتخرجوا لها كتديروا البيكنيك ديالكم دائما باتخاذ الاحتياطات، كيبانوا بعد الانفراجات الناس دارت دي بروغرام ديالها، ولكن دائما كيردوا مع الاحتياطات التامه بطبيعه الحال. ف واش فكرتي في مرحله من المراحل انك تنزلي للمغرب، ولا كتقولي لا ما يمكنش نغامر خلاص انت تبارك الله يعني قريبه من الولاده الله يفكك على خير، ربما ما جاتش الفكره نهائيا قلتي لا ما ندير شي بروغرام هنايا واخا ولدك مثلا هنا والعائله ديالك هنايا، شنو هو التصور اللي كان عندك على العطله؟ كيفاش فكرتي الناس اللي دايرين بيك؟ واش بان لك الناس اللي بغاو يدخلوا الناس اللي باقي عندهم تخوف؟ حطينا في الصوره اكثر. الوغ بالنسبه لي انا شويه كومبليكي ام تي بو، علاش انا نقدر نقول لك انا ضريت بزاف هاد الشيء ديال كورونا، يعني اول وحده ضرات بزاف. اول حاجه العام ديجا العام اللي فايت ديجا نزلت المغرب، يعني عام كامل نزلت بور 5 جوغ حيت باش نصيب الصوره، يعني هذا العام موجود كلشي باش ولدي يجي لعندي، عندي ولد عنده 9 سنين الله يحفظه لك ويخلي لك يا رب. تخيلي معايا موجود كلشي هالو دوسي مقادر كلشي دانكو ما يمكنش، يعني عاوتاني خاصني شي ورقه، الورقه يعني باش خاصني نديرها هنا كنهضر معاهم في المغرب كيقول لي بابا محكمة سادين كل شيء ساد، فهمتي شنو نقول لك؟ يعني انا صراحه ضريت بزاف فهمتيني في المراحل من ناحيه الوراق، يعني الورق في المغرب خصني غير ورقه، خصني الحكم غير الحكم الاصلي تجي حاجه من المحكمه، يعني ما كاينش مع من دوي صيفطوا لي واحد الوراق جلسوا اش نقول لك، يعني ريكومونديتو جلسوا تقريبا 25 يوم فهمتي شنو نقول لك؟ ابار سا ما هنا كنلقى كلشي مسدود، ولدي قالت له ما يمكنش يجي، انا ما يمكنش ليا نمشي كما قالت الاخت فاطمه زهره، ولا فينا واحد الخوف كنقولوا غدا غنمشيو صافي، يعني بعد الغد اللي غيقولوا حكا كلشي مسدود وعندنا التزامات، يعني ماشي مديال راسنا فهمتي شنو نقول لك؟ اللي غادي نمشيو غنبقاو جالسين تما لا ما يمكنش، يعني ما يمكنش، يعني انا هاد المره كنقول يعني كنقول انا ما نكذبش عليك كنقول هاد العام صافي مات، يعني مات لا يعني مات ما نقدرش نمشي، ما يعني كاين واحد فهمتي ما نقدرش نمشي، ماشي نقول لك كاين تخوف ولكن ما نمشيش كما قالت تخوف على الجميع، كل واحد قالت بلاصتو
في اللي قريب ليه غيدير البروغرامات ديالو في اللي قريب ليه، ما حتى واحد ما زعم يخرج برا، حتى واحد ما زعم حتى واحد. راه شفتي اخر الناس كيمشيوهمش، راه الناس راه الباطو بقاو فيه ثلاثه ديجا 8 مرات باطو مع 3 جوغ شحال محبوس في الميناء، راه تكون على تكون في راسك يعني، ولا عندنا واحد التخوف يعني، واحد التخوف فهمتيني، ما يعني فوالا ولا عندنا واحد التخوف. ولكن كما حاجه واحده الحمد لله، الحمد لله هنا بعد المنطقه اللي فيها انا، حيت ما بقاتش كاع في قبل كانت منطقه خضراء ومنطقه برتقاليه ومنطقه حمراء، حاليا فرنسا كاينين جوج، كاين غير دي زون روج ودي زون فير يعني غير منطقة. الحمد لله يعني انا جيت في واحد المنطقه اللي هي منطقه خضراء ولا يعني كاع الحوايج اللي قرابي ليا يعني مزيانين، كاين دي بروغرام ديجا درنا دي بروغرام، ديجا مشينا سافرنا ما بقينا غير هنا في فرنسا الحمد لله داس مزيانه. عندي واحد الفياج خرج ان شاء الله غير يسمن هنا نيت عاوتاني، جيسبر ان شاء الله كيدوز مزيان. غير انا بالنسبه لي ما نكذبش عليك، بالنسبه لي المغرب هذا العام شي كانت يعني فرحانه باغا نمشي، وراكي عارفه الوالدين راه ماشي ساهله وسيختو ولدك يعني فهمتيني، ماشي ساهله ما وان شاء الله خير، الله يجمع الشمل قريبا باذن الله. غادي تفوت لا سميه ما تخليناش كل لنا وحاسين بك، الله يحسن العوان وان شاء الله غيجمع شملك. شوف انت هادشي كامل اللي درتيه ربما درتيه من اجل صالح الوليد ديالك باش يمشي عندك وتجمع الشمل ديالكم وتكون الظروف احسن. نقول لك الحمد لله على كل شيء، زعما الدري انا في هاد زعما هاد الوباء زعما ضريت انا فيها خيرا، الناس اللي تضروا يعني ما مرتاحاش لا من ناحيه الخدمه لا يعني لا يعني ما مرتاحش يعني خدمه يعني لونغواس يعني خايفه في الخدمه. الحمد لله مع سيرتو مع الحمل ماشي سهله فهمتيني، يعني بروغرام يا كلشي تعكس لي الورقه هكا ولدي باش يجي يعني باش انا نمشي ما يمكنش يعني يعني اضطريت. الحمد لله ان شاء الله يكون خير العجل، الحمد لله راكي مخليها في الامان مع والديك ليهم ليك وفي بلادو بطبيعه الحال، والله يخليك ليه ان شاء الله. اكيد انا ربي غيجمع الشمل قريبا وفيها خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما غاديش طول هذه العزله بزاف، الحمد لله دابا راه بدات الحركه شويه، يقدروا يخرجوا لك الوراق دابا ان شاء الله، راه غير دوز العطله القضائيه ويقدروا يخرجوا لك الوراق، ما غيكون حتى شي مشكل. وان شاء الله يجمع شملك بالوليد ديالك قريبا. طبعا الحره ماشي سهل انه الانسان يكون مقسوم على ثلاثه كيف مثلا نقولوا، ما حيلتو لراسو، ما حيلتو لوليداتو، ما حيلتو لوالديه، ما حيلتو لا سيتوياسيون كلها، راه ماشي سهل. وبطبيعه الحال الوضع كله راه ماشي سهل صراحه. النقاش معكم زوين بزاف 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 وانا ما سخيتش بكم، ولكن انا غادي نعاود نرجع عند لاله نبيله. كلنا غالبنا ليموسيون، كل واحد فينا وشنو كيفاش تضرر من هذه الازمه هذه. حنا يعني كمغاربه في العالم ماشي فقط غير في المغرب، شعب اللي مضياف، شعب اللي اجتماعي، عز علينا نضحكوا، عز علينا نجمعوا، عزنا نعرضوا على بعضياتنا، عز علينا نفرحوا ببعضياتنا، كنتسناو بعضياتنا باش نتجمعوا على مناسبات معينه. عندنا هاد الامور متعودين على عادات معينه، كل واحد على حسب الامكانيات الماديه ديالو تيدير لي بروغرام ديالو ديال العام، تيخرج بوليداتو يعني كيسافر بوليداتو على قدر المستطاع ديالو. هاد العام رمضان ما دوزناش كيف ما متعودين، العيد ما دوزناش كيف ما متعودين، العيد الكبير دابا حتى هو ما غندوزوش كيف ما متعودين. العطله ما يمكنش نبروغراميو بزاف ديال الحوايج، كاين اللي كيبغي مثلا يمشي لاماكن معينه ما غتكونش حر 100% يعني غتمشي تقدر باش تبقى انت مرتاح في دماغك وتستافد من ديك السويعه ولا زوج، غتحاول تقلب على بلايصات. ربما كاين الناس دابا كيقول لك اودي فاش غدير، انا غنحاول نكري شي بلايصه غير قريبه للدار البيضاء مثلا، لا تكلمت على الدار البيضاء لان حنا فيها، ولا تيقول لك غنمشي لشي بحر غير هكذا بعيد شي شويه بالطوموبيل باش ما يكونش بنادم كثير، نقص واحد ساعه ولا ساعتين غير المهم كوميم جو ريسبير وندخل في حالي للدار. كاين اللي تيقول لك ما بقيتش عارف واش ندير لي بروغرام ولا ما نديرش، بزاف الاسئله كتطرح. انا نبغيك لا نبيله ختاما تعطينا رساله مباشره لكاع الناس اللي عندهم هاد لي زيموسيون اللي مرونهم كاملين واللي حنا كلنا مشمولين فيه. الوغ انا اول حاجه غادي نقول وغادي نوجهها بالخصوص لاله سميه وهي باغيل نوجهها للناس كلهما، اي حاجه كتجي بور اون ريزون ديتيرميني، بوتيتر كيبان لينا بانها فيها
حنا نفسنا ضاقت وحنا معذبين وحنايا تظلمنا، ولكن راه تاكدوا بان اي حاجه كتجي بوغ اون غيزون ديتيرميني. الا كنا ما عارفينش السبب علاش وقعت، راه سيغمون هذاك السبب فيه خير لينا. واخا كتبان لينا لا بانديمي وهادشي كاع اللي فيها، ولكن سيغمون فيه خير لينا ان شاء الله. اي حاجه غادي تبدل، ومن بعد غنكونوا نقدروا نفهموا اشنا هو السبب علاش وقعت الحاجه اللي كان يعني لو دوزيام ميساج اللي نقدر نقول هي ان راه يعني لي جوغ كيكونوا كيتشابهوا، وكنحاولوا نديروا دائما دي جوغ كيشبهوا لهذوك اللي قبل منهم. حنايا بغينا هذا العام يكون بحال العام اللي فات، ولكن 2020 ماشي 2019 وماشي 2021. يعني هذا العام راه ما نساوش بان حنايا تبدلوا لينا عاداتنا وتقاليدنا لاله سكينه. واخا حنايا كانوا عندنا شي عادات، ولكن راه غير في رمضان راه لاحظنا كلنا بان كلشي تبدل. يعني كل واحد عليه في دارو كلشي تبدل، ودونك ولينا اكثر قابليه للتغيير، ولينا اكثر قابليه يعني ما نكونوش عندنا بزاف العلاقات الاجتماعيه من اوفيت بار تليفون، ولكن ما نمشيوش عند الناس، ما يجوش عندنا الناس. ودونك هنايا انا اللي كنقول للناس راه باش نقدروا نحافظوا دائما على عائلتنا نقدروا دائما نديروا دي بروغرام، ولكن النصيحه اللي نديروها ان ما نديروش بزاف ديال لي بروجيكسيون. هذا ماشي عام ديال ناخذ ريزيرفاسيون دوتيل في شهر في الاخر شهر 8 ومن بعد لا سويت نمشي ندير كروازيير في شهر 9. لا لا لا، هذا العام ديال ماشي شهر ديال الكماليات. لا اكزاكتومون، هذا العام شهر هذا شهر 8 او لا حتى شهر 9 خاصنا الله نديرو بان خاصنا نتسناو دائما القرارات اللي غادي تاخذها يعني الوزارات، وزاره الصحه بالخصوص باش قلنا اشنو واقع، وان فونكسيون دو سا كنقدروا نقروا. نقدروا نقروا دائما بالنسبه مثلا الويكاند كيف قلتي نمشيو لبلاصه قريبه لينا، يعني المدن الشاطئيه بزاف المدن راه حداهم راه كاينين البحوره، يعني البحر كنقدروا دائما نخرجوا نمشيو ليه نديو الوليدات ايتو. ونقدروا دائما نقولوا بان هذا العام عندنا سنه يعني اكسبسيونيل اللي نقدروا نلقاو دي زكتيفيتي وحدين اخرين اللي نديروهم في الدار. راه بزاف د الحوايج ممكن نستافدوهم من هذه القضيه. ما نساوش بان ملي ما خرجناش بزاف ما خسرناش بزاف الفلوس، راه حتى هذه تنقولوا راه حاجه ايجابيه. وما نقدروش نساو بان راه اننا جلسنا بزاف مع وليداتنا، ونقدروا نكملوا عاوتاني نجلسوا مع وليداتنا ونديروا معاهم دي زكتيفيتي. ليسونسييل باش ما يكونش الاحباط ما نديروش بزاف البرامج، ما نديروش بزاف البرامج. نقدروا نقولوا بان هذا العام هي العام اللي غادي نعيشوا فيه يعني او جوغ لو جوغ، كل نهار ورزقه. ما نعليوش سقف التوقعات ديالنا من العطله ديال هذه السنه. اكزاكتومون، يعني كل نهار كيف جا. غنفيق هذا الصباح نقول المهم اليوم نهار زين، راه 8 الصباح شنو ندير، ونحاولوا نخرجوا راسنا بهذا البروغرام باش ما نتحبسوش باش ما نتخنقوش. لان كاين بزاف ديال الناس مثلا في الاسبوع الماضي كانوا مسافرين، يعني ملي خرج القرار كانوا خاصهم يدخلوا في ديورهم. يعني علاش؟ لان بعدنا بزاف مثلا من كازا كازا مثلا واكادير او لا كازا وتطوان، راه مسافه كبيره باش بنادم يرجع لدارو ويرجع هو مقدوف. دونك نحاولوا ما امكن نشجعوا السياحه الداخليه، ولكن واقيلا لا حبه تكون في المناطق، يعني كل منطقه تبقى كما هي غير باش نحاولوا نخرجوا من هذه المساله. وما نساوش بان اللي خلانا نوصلوا لهذه القضيه ماشي باننا ما كناش واعيين، ولكن درنا الثقه باننا خرجنا من الجائحه. لان احنا عارفين بان بزاف الناس التزموا فريمون كثير في الاول، ولكن ديك الثقه الكثيره ما كيخصهاش تكون. يعني نخرجوا بحذر، اي حاجه نديرها بحذر، ماشي حيت صاحبتي وما كتلقى مع حتى شي حد نعنقها. صاحبتي وعزيزه عليا ولكن ما تعنقني ما نعنقها، كاين حتى مشكل. يعني هذا الشيء دائما خاصنا نديروه، وهذا الشيء راه الا تعودنا عليه راه خاصنا نزيدوه غير واحد شهر شهرين غادي يولي داخل لينا في لي ماف ديالنا، غنوليو بصفه اعتيادي غنوليو كنديروا هذه المساله. وما نساوش واحد الحاجه بان راه كل شيء غيفوت، الحاجه الوحيده اللي غتبقى جوسكا كل بوين انا بقيت في صحه جيده. يعني واش خسرت ناس، واش ماتوا ليا ناس، واش تأذوا ناس يعني في صحتهم، وما داكشي الاخر كله هو راه ماشي راه كماليات ممكن نستغناو عليهم. المهم هو الضروريات هي ان يعني بنادم يكون حامي راسو لي اون سيكوريتي، الصحه ديالو مزيانه وما يسببش الاذى للناس الاخرين، باش يقدر المجتمع يخرج راسو من هذه المساله. وكنتمنى من عند الله يعني اننا نقدروا نخرجوا في الاخر ديال شهر 8 سي تو فا بيان، باش نقدروا نديروا واحد الدخول للمدرسه. لان الوليدات فريمون عياو لان شحال هادي ما مشاوش للمدرسه وكيتسناو لا رونتري سكولير. وكنتمناو ان لا رونتري سكولير تكون دوز بطريقه عاديه،
هادشي اللي كنتمنى. ودونك واي حاجه كتوقع بوغ اون ريزون ديتيرميني كان دائما كنقولها وانا مامنه بها, هاد لا ريزون اي سورمون بوزيتيف. دونك لحكمه ما, لحكمه ما حنايا كنجهلوها, ولكن سي سور لحكمه ما, وكنتمنوا ان هذاك الشيء كله هو ايجابي 100%. الله يعطيك الصحه. ما عندي ما يتسالك الا نبيله. غادي نتاج عندك لاله فاطمه الزهراء. لاله فاطمه الزهراء, في ختام لقائنا اليوم رساله للمهاجرين, رساله للمغاربه بصفه عامه, نخليها لك مساحه حره ومفتوحه, تفضلي. رساله للمهاجرين اللي ما عنده علاش يعني يهبط, يعني اللي جا شي حاجه مستعجله بلاش ما يهبط من الاحسن. سلامه ليه ولا سلامه ليه نفسه, سلامه لعائلته, الناس اللي كيبغيو, سلامه لبلاده. فكنتمنى يعني يكون المجال يعني مفتوح وفقط للناس يعني اللي عندهم يعني حالات مستعجله كيخصهم يهبطوا, حيت كاينين الناس اللي عندهم باش غيصايبوا, باغين يصايبوا اوراق, باغين عندهم مثلا كاين اللي مات ليه شي حد عزيز من العائله وما ما هبطش ما شافوش, كاين اللي عنده الام ولا الاب ديالو مريض. كاينين هاد الحالات شفتهم انا قدام عينيا, شفت بزاف ديال الناس يعني اللي فقدوا الناس عزاز عليهم والحدود كانت مسدوده, فلا حول ولا قوه لهم الا كان يعني شفت يعني جوج حالات يعني ما تصبريش ليهم وما يعني لهلاك تبع على اي مهاجر كيف صراحه يعني ماتوا الناس عزاز عليهم والحدود كانت مسدوده, فكتشوفي يعني الناس كتخبط راسها مع الحيط ما كاين ما عندهمش الحل. فكيف يعني ملي تحلت هذه الحدود يعني كنتمنى يعني هاد الناس يعني تمشي فقط الى عندهم يعني حاله مستعجله فقط يعني ويرجعوا في حالات يعني, اما باش تمشي دوز فاكونس هذا ماشي وقت الفاكونس يعني باش نكونوا واضحين. ورساله للمغاربه كاملين سواء في المغرب يعني كنتمنى يلتزموا يعني, فانا كنطلب منهم يلتزموا بالاحتياطات اللازمه وياخذوا جميع الاحتياطات يعني باش نحدوا من هذا الوباء وباش نفرحوا كاملين وباش نرجعوا نعنقوا عائلاتنا حنايا وباش نرجعوا العام الجاي يعني لا تطور ربي العمر رجعوا حنا وندوزوا الفاكونس ديالنا وحنا كنا يعني فرحانين ولقاو يعني الوباء ما بقاش. بغيت نغمض عيني نحلى ما لقاش هذا الوباء يعني, حيت فعلا صافي النفسيه ضرات وضرينا كاملين. لكن أملنا كاملين وأملي في الله كبير يعني يرفع لنا هذا الوباء ونساليه يعني. بغيت نغمض عيني نحلى لقى هذا الشيء صافي ما بقاش عيد صراحه. يا ربي كلنا عندنا نفس الاحساس وعندنا نفس الرجاء من الله سبحانه وتعالى انه يلطف بنا ويرفع لنا هذا البلاء في القريب العاجل يا ربي. الله يعطيك الصحه. ما عندي ما يتسالك. لالا سمية, لالا سمية, لالا سمية, لالا سمية, شو سميت ولدك ان شاء الله ما شاء الله عليه؟ سعد. سعد, تحياتنا للسي سعد. كنقولي سعد اسك عندك اون بيل ماما وعندك واحد اون ادوغابل ماما الله يحفظها ليك وان شاء الله يجمع ربي يشملكم قريبا باذن الله. الوغ لو ميساج ديالك تفضلي لالا سمية لسعد لي بارون المهاجرين ايضا بفرنسا والمغاربه كاملين تفضل. انا حاجه وحده اللي غادي نبغي فريمون نقولها يعني الناس ديال المغرب المغاربه, بما انني بانني كما سبق ليا وقلت لك بانني خدمت 13 عام في المغرب يعني كنعرف كاع لي زوبيتو في المغرب كازابلانكا اونتر بارونتيز كنعرف كاع لي كلينيك. الله يرحم لكم الوالدين راه والله ما عندنا مطريه في المغرب. بالميساج اللي بغيت نوصل خدمت مع عارفه لا سيتوياسيون كي دايره, عارفه شنو كاين, راه واخا ما عارفه شنو يديروا راه ما عندناش داكشي عليكم الفو فهمتيني, ما عندناش البلايص ما عاد كنتمنى ولو يزيدوا فراسي زادوا. باقي عندي الكونتاكت مع دي ميدسان صحابي خدمت معاهم في المغرب, باقي عندي الكونتاكت مع دي زانفيرمي لابا وتو, ولكن والله العلي العظيم والله يعني رغم المجهودات كلها راه مازال حنا محتاجين الاكثر. والله لالا سكينه مازال عندنا الخاصات. انا عاد البارح كنت في كونتاكت مع واحد ميدسان انا مي تما خدمت معاه نيت في لا ريانيماسيون, والله غير البارح كنا كنهضروا على هذا الشيء. ما حاجه وحده اللي غنقول لهم دخلوا لديوركم سدوا عليكم راه والله الماتريال ما كاينشكم فهمتيني, ما عندناش مثلا اليوم مثلا ديال الماتريال ما عندناش باش نخدموا تما في المغرب كما كنقول لك. هادشي اللي غادي نطلب منهم الله يرحم لكم الوالدين, الله يرحم لكم الوالدين كما غادي نقولها, راه ما تاخذوش يعني ما تاخذوش الامر بواحد البساطه يعني بالضحك. والله حشفت واحد الفيديو درني خاطري بكيت فيه كنشوف الناس في الحجر الصحي وقاعدين كيطبلوا كيشطحوا شنو فهمتي اش بغيت نقول لك. والله الا صافي مالك والله العظيم ضرتني خاطري والله يعني الواحد راه ما خرجش عطله راه مرض هذا تطور صعيب راه مشاكل راه بزاف الحوايج عدم الوعي عدم الوعي
الله يرحم لك، هذا راه وباء، راه عباد الله راه وباء، راه وباء، راه وباء، راه ماشي شي حاجه يعني، راه وباء شنو وباء، وباء راه يعني اللي كي راه اللي كيجي كيدي يعني. كنتمنى يا ربي يا ربي، كنتمنى يعني بلادي وعائلتي كما قلت لك وعين المغرب، يعني كنتمنى بالناس يوعاو يوعاو الوعي 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 الوعي، راه والله العلي العظيم حتى المرض كاين، كنحلف بالله يعني كاين شي ناس ما بقى لحد الان ما بغاوش يتيقوا، ما باغيش يتيقوا، كيقول لك لا واش حكا كتعرفي شي واحد مات، راه عباد الله راه المرض كاين، راه ماشي ما كاينش، والواعر في هذا الشيء راه ما كاينش، راه ما كاينش يعني ما كاينش الماتريال، راه ما كاينش الاكسجين، راه ما كاين لا ريانيماسيون، راه تما قلت لك لي ماتسا والله الا تقهروا، انا باقي عندي الكونتاكت لحد الان البارح نيت، يعني كنقول الله يرحم لكم الوالدين، يعني يعني فوالا يعني خذوا الحذر ديالكم فوالا، ما تسلموا الا ما سلمتش عليك اش غادي يطرا، ما بغاش يمرض تمني راسي الا ما عندك اش غادي يوقع، ما فيها والو يعني نتعاونوا، حنا الحمد لله شعب معروف علينا يعني، حنا المغاربه واحد الشعب معروف علينا يعني، كنكونوا ايد وحده يعني، ماشي تجيو يعني حتى لهاد يعني هاد الوباء اللي حصد اللي حصد والله يستر، كنخاف عاوتاني عاود يحصد يعني ارواح ديال واحد الناس اللي فيهم شيوخ فيهم يعني يعني فيهم شباب فيهم يعني شي حاجه ماشي سهله يعني ماشي سهله، اللي كنطلب من المغاربه الله يرحم لكم الوالدين خذوا الامور بجديه، خذوا الامور بجديه، هادشي اللي غادي نقول لهم. وحاجه وحده جيت نقول للمغاربه اللي في ديار المهجر الله معاكم، حتى انا اللي حاسه بداك الشيء، ولا ما مشيناش ان شاء الله هاد العام ان شاء الله كل شيء العام الجاي ان شاء الله. وحاجه وحده الحمد لله كاين دابا الواتساب كاين ميسنجر كاين كل شيء كما كنديروا، واخا كنقولوا واخا لابيل فيديو ما كتبردش القلب، ماشي بحال الجلسه والصينيه، وحنا المغاربه الحمد لله عندنا الصينيه عندنا اتاي وحشيت وداك الشيء، ولكن الحمد لله ميوكوريا يعني ملي كتشوفي موك وباك ووليداتك ولا عائلتك غير يكونوا بخير هذاك والربح فوالا فوالا، يعني هادشي 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 اللي غادي نقدر نقول لكم. والاخ والحاج اللي غنقول والله حتى المرض كاين شي دي فيديو والله الا كضرني خاطري والله العظيم هذا انا ولا كنقول عباد الله والله حتى المرض كاين، يعني كنحاولوا نبسطوا بها باش شويه لانه راه عينا ما نتكلموا عينا ما نوعيو عينا ما نقولوا الناس فيغ اتونسيون، ولكن للاسف بزاف ديال الناس واخدينها باستهتار وكيقول لك كاين اللي تيقول لك المرض راه ما كاينش كذلك كاين طاحش يقول كورونا كورونا ما كايناش فين هي كورونا، يقول لك كتعرف شي حد مريض كتعرف شي حد فين هي كورونا، ولكن المرض كاين شي تي خاصك تجيب لي شي واحد فيه كورونا وفيه الاعراض يعني ماشي ماشي حامل للفيروس ماشي متقدمة يكون يعني مثالي عاد باش يتيق بان راه فعلا كاينه كورونا كورونا تيق تقولي سير اي سير سير تبخر سير دير السبوب عين هذيك قالت له كما قالت اختي راه كورونا راه كاينه كاينه كورونا وماتوا بها الناس ماتوا كاينه المرض راه كاين الوباء كاين كورونا كاينه كما قالت صومية حلفت انا غنزيد نحلف والله حتى كاينه واو وخير لكم شكرا جزيلا لكم على المشاركه الطيبه بلاتي الاخت بلاتي لنا سكينه نا المهاجرين الا ما مشيناش هذا العام نمشيو العام الجاي اكيد يعني الفاكونس غنديروا سواء الا ما درناش في المغرب غنديروا هنايا في بلد المهجر غنخرجوا الا ما تبحرناش في المغرب غنتبحروا هنايا والدينا كنشوف والدينا حنا كنشوفوهم كما قالت الاخت سميره حنا كنشوفوهم في الواتساب شوفي حنا انا بعدا الا سمعت غير راهم بخير وعلى خير وما عندهم حتى شي حاجه كنفرح اكيد بحال الا شفتهم غير ملي كنعيط على امو تنقول لها واش بخير لاباس عليك كتقول لي لاباس الحمد لله وغير من صوتها كنعرفها واش مريضه ولا ما مريضاش وليت كنعرفها غير كتهضر معايا كنعرفها واش مريضه ولا ما مريضاش غير من النبره ديال الصوت ديالها ما تحتاج تكذب عليا بلا ما تكذبي عليا تقولي لي انا لاباس عليا وانت مريض انا راه من صوتك نعرفك يعني ولات هذه الله يحفظك هذا تحذير للحاجه كيبان ليا قالت لها راه بلا ما تقيت الله يخليك يا ربي وي تعبرتي راني مريضه صافي ولات عارفاها واحد واحد النقطه لاله سكينه ما نكذبش عليك صراحه ما عرفتش انا الا كاينه شي حاجه صيغتو يعني في والديا الا كان شي حاجه عند امه ولا عند با صراحه كنحلم بها
لا اله الا الله والاحساس يعني مستوى الاحساس زعما كي كنا الصباح تنقول لي تنعرفهم يعني الا كانوا مراد ومخبين عليا كنحلم بها صراحه يعني الله يخليهم لك يا ربي الله يطول لنا في عمركم والله يطول في عمر الولي الامهات والاباء كاملين وكنتمنى ان شاء الله يترفع لنا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا العاديه ونرجعوا كما كنا قبل وندوزوا الباكونس كما كنا قبل صراحه ونجيب ولدي ان شاء الله ان شاء الله غادي يمشي سعد ان شاء الله عندك الله يجمع شملكم قريبا الله يجمع شملك اختي سميه يا ربي ان شاء الله امين والله كتبان لي لا نبيله بحال عندك شي تعقيب كتمشي وتجيب على ميساج تفضلي سي كو كيبقى بنادم انه ديما كيتمنى انه يدير ويسافر ايتو غير باش نفكركم راه حتى في المغرب راه حتى واحد ما شايف عائلته دونك هاد الحاله اللي كتعيشوها باش ما تحسوش براسكم بوحدكم غير بوغ فو كالمي Ne vous en faites pas, on vit la même chose ici. Neuf, chez Aïchi, nous faisons le Maghreb. Dans le Maghreb, la coulchi, la coulchi. Donc, la coulchi. لا كاينين شي كاينين شي اسر كنعرفهم يعني مهاجرين هنا في ايطاليا تنعرفهم شخصيا ما مشاوش يعني دابا لمده ديال 4 سنين وكان عندهم بروغرام يمشيو هذا العام شوف كان عندهم بروغرام انهم يمشيو هذا العام وقدر الله ما شاء شوف لا فاطمه الزهراء راه فريمون اي حاجه كيف قلت لكم كتوقع بوغ اون ريزون ديتيرميني بعد مرات المغرب يعني ما شافوش عائلاته ولا سميتو غير في ديك الفتره ديال الحجر الصحي لمده يعني ديك 3 شهور ولا 4 شهور فالمهاجرين راه كاين اللي عنده كاين حنا راه كنحسبوا بالنهار كنحسبوا بالنهار حنا شحال من هذا الحال ولكن مني كتكون شي حاجه موج للجميع يعني اوبليجي باش يعيشها كي خصنا نحاولوا نهديو راسنا باش ما نبقاوش كنعيشوا هاد المرحله هاد المساله ديال اذا عمت هانت ما عندناش شي بديل اخر في الظرف اللي حنا عايشين دابا باتو اكزاكتو هادشي اللي كاين صراحه انا ما سخيتش بهذا النقاش زوين معكم وربما تجاوزنا توقيت البرنامج ولكن كنشكركم بزاف على هذا الكم المشاعر اللي كانت صادقه واللي تقاسمتوها معنا كنت سعيده جدا بالدردشه وكنت سعيده جدا بهذه الحلقه الختاميه للموسم لانه يعني هذه الحلقه ختامه مسك انا كنشكركم جزيل الشكر على هذه الكميه ديال المشاعر الرائعه والراقيه اللي عيشتونا من خلال اللقاء هذا كانت لحظات اللي حاولنا نبسطوا فيها بواحد الابتسامه ولحظات اللي حسينا بمشاعركم واكيد انه جميع كان ترابطوا باحساس واحد انه بطبيعه الحال نتجاوزوا هذه المرحله اللي احنا عشناها في العالم ماشي فقط غير في بلاد وخلات اخرى ونتمنى ربي انه يرفع علينا هذا البلاء في القريب العاجل ويحفظ الانسانيه جمعاء بدون استثناء الله يرحم جميع الموتى اللي ضاعوا بسبب هذه الجائحه هذه الله يشفي جميع المصابين والله يسترها مع اللي باقيين ونتمنى ربي انه يدوز هذه الامور او ما تبقى من هذه الظرفيه اللي عايشينها بخير ويترفع علينا هذا البلاء في القريب العاجل ما سخيتش بكم وكنشكركم جزيل الشكر كنبغي نتقدم بالشكر الجزيل الكوتش نبيله بن احود وهي كوتش في البرمجه العصبيه واستاذه في ماده التواصل شكرا جزيلا ليك على هذا اللقاء وعلى هذا الكم من الرسائل الايجابيه اللي اختك تلقى فرصه قريبه باذن الله ان شاء الله لاله سكينه وشكرا على الاستضافه شكرا لاختك كنشكر ايضا لاله فاطمه الزهراء جابور وهي فاعله جمعويه بايطاليا شكرا جزيلا ليك اللقاء ممتع وشيق جدا برفقتك لاله فاطمه الزهراء وان شاء الله نتلاقاو في فرصه قريبه باذن الله وان شاء الله تجيو المغرب ونتلاقاو باذن الله ان شاء الله لاله سكينه بارك الله فيك كان لقاء ممتع صراحه نعود نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله وهاد المره نتلاقاو في المغرب ونجمعوا في المغرب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وبقريب ان شاء الله باذن الله كنشكر ايضا لاله احمر سميه وهي ممرضه مساعده بفرنسا شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه شكرا لك لانك تواصلتي معنا بقلب مفتوح وان شاء الله قريبا باذن الله يتجمع شملك مع الابن ديالك ان شاء الله باذن الله غتجديه وضروري غادي نتلاقاو ان شاء الله نتلاقى مع السي سعد نتعرفوا عليه وان شاء الله باذن الله ربي يجمع شملكم قريبا لاله سميه الله يا ربي ميرسي لالاختك شكرا اكيد ان شاء الله لالاختك شكرا لك ختاما مشاهدينا الكرام ما بقى لي الا اني نقول لكم تهلاو في راسكم الله يخليكم حنا اليوم ما تنقولوش لكم جلسوا في الدار ربما الشعار اليوم تنقولوا هو رد البال كنا من قبل كنقولوا خاصك تجلس في الدار اليوم شعارنا رد البال حاسين باللي الوضعيه ماشي سهله لنا جميع عشنا مراحل اللي ما كانتش سهله نهائيا ولكن هادشي ما كيعنيش انه نفتحوا باب التراخي 100% وربما اللي ممكن تكون نتيجه ديالو وخيمه وكارثيه الله يخليكم
يمكن لكم تخرجوا ولكن بحذر، يمكن لكم تواصلوا ولكن بحذر، يمكن لنا نديروا بزاف الحوايج في حياتنا ولكن بحذر. هذا العام ماشي ديال لي بروغرام، هذا العام ماشي ديال الكماليات، هذا العام ديال الاساسيات. ولا قدرنا نديروا لي بروغرام اللي قرب منا ما فيها باس، نفوجوا على خاطرنا وعلى وليداتنا ولكن بحذر تام. دائما نحافظوا على مسافه الامان ونديروا البافيت ديالنا. شكرا لكم اوفيائنا، كنشكر كريم نايتسي اللي رافقنا في الاخراج والاشراف التقني، كنشكر ايضا اسماعيل كحلاوي ويونس وحيدي في الجرافيزم، كنشكر ايضا محمد مبارك اللي كيساعدنا كالعاده في اعداد الحلقه. شكرا لكم اوفيائنا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، كنقول لكم عواشركم بركه مسعوده، عيد مبارك سعيد ما فيها باس الى هذا العام كنا اكثر تحفظ، وان شاء الله ما هي الا مرحله ودايزه، وباقي الاعياد فين تجمعوا، باقي المناسبات فين تجمعوا، فين نفرحوا، مصابغين ندوزوا هذه المرحله وحنا بصحه جيده. دمتم في رعايه الله، تصبحون على خير والى اللقاء.